صباح الخير عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم. وان شاء الله انا جايه اليوم نهضر معكم. اش غادي نقول لكم؟ راه لو طاي غاف، والحمد لله، احنا الحمد لله اللي غالب علينا الايمان، وكنتمنىكم يغلب عليكم الايمان في هذه الجائحه. ماشي في جلسنا شهر ولا زادونا شهر ولا زادونا 10 ايام ولا زادونا 15 يوم ولا العام، الله يمتى غادي يسالي هذا الشيء. ماشي في هذا الشيء فاش خصنا نخمموا في هذه الكارثه العظمى. تحبس، خصها تحبس، ما نبقاوش كنتزادوا، ما حد كيتزادوا لي مالاد، ما حدهم كيتزادوا بهذه السرعه وبهذه الكميه. ما تعولوش على راه خصكم، راه نعاود نقولها الله يخليكم، جلسوا في دياركم. راه الدوله دايره جهدها وكثر من جهدها، ومازال مستعده دير اكثر، لانه ما مستعدش باش تضيعكم انتوما، نهائيا. راكم شتوهم اش دايرين، وراه اللي ما وصلتوش المعاونه غير يتسنى شويه. راه المغرب هذا، شوفوا تخيلوا راسكم، المخير فيكم والقليل فيكم، واللي ما عندوش واحد النهار راه وجد واحد العرس. وتخيلوا غير عرس الا بغيتوا توقفوه، شحال واعر. الا عندك 100 ديال بنادم مشكله، الا عندك 200 جوج مشكلات، عندك اللي كيوجد على 30 العرس على 30، راه بحال اللي كيوجد على ديال 1000. المهم راه كي كتوجدوا العرس وكيجيكم صعيب وواعر، وكتبقاو العام كله نتوما كتخمموا كيفاش وهذه كيفاش وكيفاش غنطعموا الناس وفين غادي يجلسوا واش غادي ندير. راه سي اكزاكتومون لا ميم شوز. هذا هو، راه الدوله مسكينه عندها العرس، وعرس بلا عراد، راه تنزل عليها هذا الشيء، راح تنزل عليها هذا الشيء، ما انتظروهش نهائيا. وتبارك الله عليهم، راهم وقفوا وجاهدوا، وراه مازال كيجاهدوا. ونعاود نقولها، وسيدهم وتاج راسهم، وسيدي وتاج راسي هو سيدنا، الله ينصره والله يزيد في مداده، والله يطول عمره، والله يغلبوا على من عاده، والله يجعلوا الفوق الفوق ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، المزيد المزيد ثم المزيد ثم المزيد من النصر، لانه كيستحق. راه كاين بزاف الناس اللي مكافحين، الا هما مكافحين باش يعتقونا حنا البشر، وحنا خصنا نكافحوا ونجلسوا في ديارنا. تبتوا واحد شويه، ما فيها باس. راه هادشي اللي مازال كيتزاد، راه من الناس اللي مازالين كيخرجوا، راه ماذا بينا كون قررنا واحد 15 يوم ولا واحد 20 يوم حتى واحد ما يخرج، ما الغلط حتى واحد، لا اللي بلوتوريزاسيون ولا بلا لوتوريزاسيون، وتشوفوا واش هادشي ما غاديش يحبس. راه لاشين تسحب لهم فاتهم الحال، وعاودوا ثاني، هما عاودوا ثاني فرحوا وناضوا كيحتفلوا وناضوا، ما عاد كاعش كيديروا. راه فكروا من بعد هادشي، راه من بعد هادشي راه مازال خصنا نردوا البال، وردوا البال بزاف، لانه من بعد الكونفينمون راه بحال كنتي داير ان ريجيم اليمونتير لا ميم شوز، كدير الريجيم كتكون مكافح وبداكشي هو هذاك، ويلا يلا 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 تالي الريجيم يفو مانتونيغ، راه سي تو مانتيان با صافي كيمشي كلشي. العيالات اللي قنطوا والرجال اللي قنطوا، الله يخليكم، فكروا في واحد الحاجه وقولوا اللهم هذا ولا اكثر. عرفتوا شنو هو اكثر؟ تخيلوا دوك الناس المساكين اللي كانوا جالسين في ديارهم ما بيهم ما عليهم حتى، بداو كينزلوا عليهم لي ميسيل. راه حنا نزل علينا ان فيروس اي سي جينيرال، الحمد لله اللي قال لك اذا عمت هانت، الحمد لله اللي العالم كله راه 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 بون، ماشي الحمد لله، الحمد لله على اين، ولكن ما عرفتش والله ما تلي تعرفش نعبر على هذا الشيء اللي وقع. ولكن انا غير واحد الحاجه اللي بغيتكم، الله يعطيكم الستر، لقاو لقاو ما ديروا، لقاو ما ديروا، لقاو ما ديروا، ما تقولوش قنط، ما تقولوش قنط، كلمه قنط انا واقيلا انا ماشي طبيعيه، انا كلمه قنط ما عنديش في القاموس ديالي، ما عنديش قنط. الا راه ليا بوكو افير، راه حتى الله ما يدار، حتى
الله ما يدار. جبدوا بلاكاراتكم مجوراتكم تقولوا لي سالينا، تقولوا لي سالينا البلاكارات، سالينا البلاكارات في هذاك الشهر اللي فات ودرناه ودرنا. جبدوا لي فاكتور ديال الضو الله يخليكم، ارشيفيو ارشيفيو، حيدوا 2018 2019 اللي عندكم غير مع الرمين، خليو غير 2020 وديروا داكشي بالتواريخ وبالنهارات وبداكشي، ديروا عطا الله ما يدار. خليني هذا المعقول، من مورا المعقول كيجي اللعب، نخدم دماغي. انتم راه عطا الله اللعب اللي كيدير لك الدماغ، كيخدم لك لا ماتيير غريز. الله يخليكم. والا ما عندكمش لي جو، الا ما عندكم حتى شي جو في الدار، وكان انا كنقول ما يمكنش، الا ما كانش غتكون عندك على الاقل ديك الكوتشينه ديك ديال الصبليون، كارطات الصبليون هذيك، كلشي عنده راه كتباع غير عند مول الحانوت، شريوها ولعبوا ونشطوا وحتى الله ما يدار. شوف اسيدي، جرب جرب جرب، دخل شويه للكوزينه وجرب دير واحد الشهيوه ولا شي حاجه، وقول لمرتك اجي عاونيني باش نتعلم ليها، ما فيها بس ما فيها بس. وضحكوا ضحكوا، راه الضحك راه سي اون غران ثيرابي، ضحكوا قلبوا. شوف انا ما كنقولش لكم هذوك لي بلاغ اللي خرجوا على كورونا فيروس وداكشي، انا كنقول في الحقيقه ما تماش عي، ما ماشي ما هذا الشيء ماشي ديال الضحك، ما كنضحكوش به نهائيا. شوفوا راهي لا قنطوا، تفكروا غير ذكرياتكم ديال زمان، شدوا وليداتكم وضحكوا معاهم وسولوهم شي سؤالات باش يجاوبوكم شي جواب اللي يجيب لكم الضحك، ماشي تضحكوا عليهم. نو نو نو، راه سي جولي لي ريبونس ديال لي زانفون بوغ دي كيستيون، ملي كتحطو لهم شي سؤال زعما فريد من نوعه كيعطيك واحد الجواب، ملي كتجي تخمم فيه راه كتلقاه هو راه هو باغابوغ سا لوجيك، راه داكشي هو هذاك. المهم هذا من جي انا اللي مازال غنقول لكم عاوتاني، ما تخرجوش، جلسوا في دياركم، واخا تكون عندك الورقه دير نوبه في 15 يوم، نوبه في 15 يوم، نوبه في 15 يوم، شتي اللي خصك نوبه في 15 يوم، كتبوا فريقه ونهار تكمل 15 جو سير خرج قضي شغالاتك. هذا من جهه، من جهه اخرى الحمد لله راه كله في جاتو، كله كيف جاتو، كله كيف جاتو. واحد انت راه يمكن لك تجلس في دارك ما عندك، الحمد لله الحمد لله، كنتمناكم كلكم ما يكون عندكم حتى شي مشكل. راه كاين اللي عنده في دارو عنده مريض، واحد المريض ما يمكن يعيط، الا جاتو ينكريز ولا شي حاجه ما يمكن له يعيط لامبولانس، يخاف يخاف من الميكروب، ما يمكن له يعيط للطبيب يجيبو، ما يمكن له ما كيمكن ليه حتى شي حاجه غير، كتولي متبع المريض ديالك غير بالتليفون، الو الو وي هاد الدواء درتو، ايه قلبت الطونسيون، ايه قلبت هادي قلبت هادي، الطبيب مسكين بقوت كيدوي معاك غير في التليفون كيقول لك راه ما كنشوف والو شي حاجه اللي كاسميتو، تبعي ليه هاد الدواء ها ولا تبعي ليه دواء وكملي. الله يخليكم، قولوا الحمد لله على الصحه والحمد لله وليداتي حدايا الحمد لله. المهم تي راه كنسمع عليها خبر زين، با كنسمع عليها خبر زين فوالا. ودابا أنا رفعوا القبعة للدكاترة، الدكاترة الفراملية، المساعدين ديال هاد الدكاترة والفراملية، سميتو صحاب النظافة، الشواش الشواش، رفعوا لهم القبعة، هادو ها هما. نرفعوا القبعة للبوليس، الأمن الوطني، القياد، العمال، راه كلشي خدام، الوزارة، حصيل الدولة كاملة تقام وتقعد باش تعيشوا نتوما وتكونوا لاباس. نرفعوا القبعة لي زاسوسياسيون اللي ناضوا كيديروا سميتو القفوف القفاف وناضوا كيعاونوا، نرفعوا لهم القبعة. ومازال غادي ناشدكم لي زاسوسياسيون، انا اناشدكم وكنعيط لكم وكنعاود نعيط لكم، دوك الاعانات اللي كنتو كديروا لي زيكونومي اللي دايرين على اساس رمضان، هذه هي الوقيته اللي تخرجوهم وخرجوا كثر منهم. ودابا غادي نرفع القبعة، ثم غنرفع القبعة، ثم غنرفع القبعة لصلاح الدين الغماري، هذاك الصحفي
بارك الله عليه. واش غنقول لكم، مسكين حلقه خارج وعقله خارج، وملي كيبدا يدوي وانا كنبدا ندعي معاه لله في سبيل، كندعي معاه لانه مسكين داك الشيء اللي مكافح داك السيد، راه الله اللي عالم به، راه الله اللي عالم به. واش عباد الله يبقى يجاوب 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 يجاوب، ملي كيجي يشوف شي سؤال كيلقى من نفس داك الشيء على الجواب، وكيعاود بلا ما يتعصب بلا ما يتخاصم بلا ما يتقلق. غادي تقولوا لي خدمته، ايه خدمته، ولكن قليل اللي غادي يصبر داك الصبر. الله يخليكم، دعيو مع هاد الناس كاملين، دعيو معاهم دعيو معاهم دعيو معاهم، ودعيو مع جلالة الملك، الله ينصره الله ينصره الله ينصره الله ينصره، ويعطيه صحيحته ويخليه لينا جمع لينا حمقنا، لانه حنا غير حمق عادرعين عادرعين. هو مسكين كيبات يخمم كيبات يخمم، تقولوش ليا راه حتى وزير ما كيتمشى بلا ملك، حتى شي حد ما كيتمشى بلا جلالة الملك، عندنا كلشي كلشي رامي عليه العين، كلشي هو داير بحال هاد. اش غنقول لك، هذا هو المغرب، هذا هو المغرب، هو عيني على هاد لي كاتر كوتي هادو، عيني عليهم وجامع هاد الشيء. الله يخليه لينا الله يخليه لينا الله يخليه لينا. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، ونكون خفيفه على قلبكم. ودابا غادي نقول لكم شوفوا لا فيديو ديالي من الاول حتى الاخر، واللي ماشي ابونيت ابونا وفعل الجرس باش يجيه الجديد.